شخصية تمس مع شخصية أخرى وبتكملك الشخصية الثانية والعلاقات بتاعتها. أنا شايف إن البطل الحقيقي هي النص مش الشيخ عبيد، أنا شايفه هي زوجته فوزية والحياة الاجتماعية ليها وإيه اللي يؤدي إلى إرهاب هذا المجتمع. في شخصيات في النص رسمت خفية وخاصة المرأة سكنت في البلد اسمها جوليت. أنا أعتقد دي تتعمل فيلم لوحدها يعني. استقطعناها كجزء من النص، ممكن يتعمل نص مناسب نص التحرير. وأشوف في الكتاب فيها كتابة خمسوية عن المرأة والتغطي للمرأة، وعرفت الكاتبة تمرر وجهات نظرها في بعض القضايا التي تمس المرأة في المجتمع المصري عموما، المجتمع العربي أعتقد تقريبا شبه القضايا المتماسة أو متشابهة معانا نتيجة تربية الخالة واختلاف وجهات النظر بين شخص عالم مش هقول ظلامي يعني، عالم متشدد مأخول اللي هو كان عايش فترة السعودية وجاي فاهم زي ما نقول المثل الدارج، فاهم مش حاضر مش فاهم يعني، هو شخص بيطبق بدون فهم بدون وعي. وبيضاف نفس الكثير من الشخصيات الموجودة في النص منهم الأب والزوج، وطبعا مش هستقيق كنت هاي الشخصيات هسيب كورة سناء هاشم الصديق الأستاذ أحمد القارئ هنا شايفه من قديمه يعني جزء من الاثر الادبي لاي روايه بيبقى حاضر اثناء بناء النص، وده واضح جدا عند اماني يعني دايما الكاتب بيبقى وهو بيكتب في ذهنه متلقي معين وبيبقى متوجه للاحساس. صحيح لما الروايه او العمل الادبي ينتج ممكن تتسع الروايه بالقراء دي، لكن انا عارفه ان اماني كان في ذهنها حد معين او قطاع معين من القراء ألا وهم الرافضين لهذا الشكل الظلامي من الأفكار أو المتضررين أو الواقع عليهم هذا القصر دوما ده. وفي نفس الوقت هو جرس تحذير لمن يمارسون هذه القسوة، وأعتقد أن الأدب بيبقى له تأثير شديد جدا يمكن أكثر من التوجهات المباشرة التنميرية. الحقيقة يعني أنا بعتبر إن كتاب أماني ده أو زوايا ينطبق عليه مقولة إن هي قراءة الأعمال الجميلة هو أشبه بالحديث مع أناس شرفاء، ولكنه حديث موضوع في قالب فني. في طبعا أدوات استخدمتها أماني في النص اللي هو الأدوات الأساسيتين اللي هم أسلوب اللغة. أنا عندي رغبة
انا اشيد بالاسلوب كتب فيه اماني مع بعض التحفظات على لان هي طبعا يعني شئنا ام ابينا سواء كان الكاتب نيته حسنه او نيته غير حسنه في استخدام اللغه والاسلوب يعني كاتب شريف او كاتب لئيم في النهايه اللغه والاسلوب بيكشفوا ده. اول حاجه طبعا انا عايزه اتكلم على عتبه النص اللي هي البدايه والبدايه عند امان الموثقه دي يعني هي انا مش عايزه اقول بناء البدايه والكلام الكليشيه ده لكن هي بنت النص بالشكل ده انها بدات البدايه ثم احالتنا في النهايه بنفس البدايه وانا معجبه جدا بالبدايه اللي بدات فيها امان البدايه جاذبه وخاطفه ومقنعه يعني بعد كده بتبتدي هي تشرح الحياه ان البدايه فورم اللي بيته أمني حتى إحنا دايما نتكلم في السينما كبناء درامي إن البدايات المحببة عندك جدا للقارئ رغم إن هو مش سهل قوي يعني إن القارئ يتتبع نص ويربط البداية بالنهاية بالخطوط اللي بعد كده بتنمي لكن هي من البدايات اللي فيها تشويق والقراء المختلفين أو حتى نصف المختلفين بيحبوا جدا الطريقة دي في الكتابة. أماني استخدمت طبعا أسلوب التداعي اللي هو الحكاية بتولد حكاية وبتدخل على الماضي طبعا يعني في كتاب مخضرمين في مسألة التداعي واستدعاء الماضي زي جيمس رويس زي جون روف وأنا بذكر بس من أماني إنها ترجع تاني تقراها لأن هي عندها شوية بعض التهاني في البناء ده لأن البناء بقى صعب مش سهل فبتسترسل كتير جدا لحد ما القارئ مش مركز أو ما هوش يعني من القراء المعتادين من القراءة في النوع ده بيفلت منه أنا شخصيا يعني لما وصلت لنهاية الرواية استدعيت البداية تاني لأن كنت هرب منه الخطوط الأولى من النص ففي الحقيقة يعني رغم إنه هو نسيج محبب جدا بس محتاج عناية ومعمار دقيق يعني إن الكاتب يرجع طول الوقت للي كتبه عشان يقدر يربط الخيوط كويس يعني النوع ده من الكتابه بيبقى اشبه بالاستاذ الخفي يعني في كتابه بتعلم القراء الكتابه مش بالضروره بقى عنده استاذ مباشر يعني لينا في نجيب محفوظ اسوه حسنه يعني نجيب محفوظ استاذ بيعلم الكتابه بجانب ان هو بيكتب روايات تقرا يعني فتلاقوا المعباره عنده واضح بحيث ان انت لو اعتدت قراءته تقدري تحسي ان في استاذ خفي ورا كتاباته والقارئ مع الوقت بيتلمس هذا المعمار والدروب بحيث ان هو يقدر مع اي روايه يسلك هو الدروب كانه عارفها. فانا بتمنى ان انت تعملي دائما يعني يبقى دايما في ذهن الكاتب ان هو بيعلم معمار للقارئ بجانب ان هو بيديه نص ادبي. في طبعا حاجه دايما احنا بنقول عليها ان الكاتب المخضرم او الشاطر مش بيبان من نسيج الشخوص الاساسيه بيبان من نسيج الشخوص الثانويه. انت عندك ده موجود بجلاء في الحقيقه يعني الخطوط عندك الثانويه في منتهى البراعه للحد انها احيانا تجاوزت الخطوط الرئيسيه يعني عندك مثلا خطوط انت عاملاها برهافه شديده جدا برغم انها مطبقه يعني زي الحكايه اللي عن خروج عجيب شديدة العمق والحساسية نحلة وحبيبها الحقيقة هي حكاية تعمل الرواية طبعا مدام جوليت جوزها شخصية بسمة خالتها التي اللي انت ما اعطيتيهاش اسم وانا اعتقد ان ده كان مفيد هي لم تحتاج هذا الاسم طول الوقت يعني انا حتى قريت الرواية تاني ما لقيتش ان الخالة محتاجة اسم عزيز الاب وتبدله بعد السفر دي حاجه بس عايزه اقف عندها في شخصيه جولييت في البنى بتاع الشخصيه دي والعالم بتاعها هو في جزء سريالي وملمس شويه مع تقنيات الوقايه الصحيه صحيح ما هياش التقنيه كامله لكن انت اضرتي جدا بالشخصيه دي لما حطيتي على حوار مثلا حوار واقعي جدا ضريتي بيها ضرر جدا فلما يبقى عندك شخصيه مبنيه البنى ده
تخيل ده في نقص جامد شويه، قطع الرجاح اللي بين الخيال والحقيقه ما تمديهاش للواقع وما تستخسريش فيها الشكل ده، لان احيانا الروايات بتحتمل بعض التفاصيل اللي ملهاش علاقه بارضيه الروايه نفسها. فده بس يمكن الاضر جدا لمدام جوليت. حتى انت ساعات كنت بتحطي جمل كده نوع من ايه ان انت مسؤوله عنها مسؤوليه ما تجاه الروايه، وهي في الحقيقه مسؤوله عن نفسها، مش كانتش محتاجه ده ابدا. عندك مساله التعدد الاصوات الامامي او الميكروفونيه دي متحققه جدا في الروايه، وانت عاملاها كويس قوي، بس انت التبس عليكي احيانا الضمائر. يعني عاده البوليفونيه ما بتبقاش بيبقى في عندي راوي عنيد وعندي مجموعه رواه جوه بالسلم والحق، لكن الرواه دول ما بيحلوش محل الراوي العنيد، فما يحصلش حوار مباشر، لان انت كده بنيتي بونه غلط. فما ابتديش انا ابني الحوار، لان في عين بره هي اللي بتحرك الرواه. فكون الشخصيات اللي انت بتسلميهم مقاليد الحكي بيستلموا منك بيلغوا وجود الراوي خلقهم بالاساس، ده مش صح اصلا في الميكانيزم البوليفونيه. امتى اعمل كده؟ لو انا معموله روايه فصول باسماء، يعني اكتب جولييت، اكتب بسمه، اكتب نهله، فهم هنا استلموا الحكي، خدوا كارت بلانش ان هم هيحكوا. لكن طول ما انا بحكي عنهم، طول ما هم تحت قوة الفكريه، ما ياخدوش ضمير اللي بتكلم ابدا ابدا. في حاجات طبعا مهمه جدا زي اسماء الشخصيات. يعني احنا دايما بنعتبر يعني واحنا بنعلم الولاد الكتابه، اول ما يقول لي رجل اقول له اسمه ايه؟ هيقول لي اسماء الشخصيات دي في الكتابه.